الحقيقة إحنا اليوم فخورين جداً إنه قدرنا ننجز المرحلة الثانية اللي هي صب 4500 كوب. عم ننجز المرحلة الثانية اللي هي بتشكل 30% من المحطة. زي ما وعدنا إنه نهاية الربع الأول من سنة 2024 رح ننجز المشروع تبعنا. وطبعاً هذا جزء من المنظومة كاملة. إحنا أنجزنا محطة ضخ بطن الهواء بتعاون ودعم سخي من بكدار. أنجزناها وراكبة فيها الماكينات. إحنا هلأ هون عم ننتظر الماكينات مشان نقدر نركب إن شاء الله، بس ننجز الأعمال المدنية ونفتتحها إن شاء الله بنهاية الربع الأول من سنة 2024. نحكي عن الجزء اللي بنبني فيه حاليا، بيعتمد اعتماد كلي على تكنولوجيا الاغشيه او تكنولوجيا الام بي ار. ليش استخدمنا هاي التكنولوجيا؟ بسبب قله المساحه والطبيعه الطبوغرافيه للارض، عشان نضغط ونعالج اكبر كميه مياه ممكنه في اقل مساحه ممكنه. هون اخذنا بعين الاعتبار في المحطه الجديده في التكنولوجيا انه عملنا زي ما ستاند باي بنسميه، من كل معده في عندنا معدات اخرى احتياط، بحيث انه ما يصير عندنا اي اوفر فلو او انسكاب على الوادي. بنفتخر بنقول انه التمويل من دافعي الضرائب، من دافعي الخدمات اللي بدفعوها سكان رام الله. ومن هون عن جد انا بشكر الجميع التزامهم نحو بلديتهم. هذا مشروع كلفنا 20 مليون شيكل، والبلدية أنجزته من خلال أموال مواطنيها اللي بدفعوا والتزموا معنا. بلدية رام الله زي ما دائما بنقول بتوعد وبتوفي، وهي بلدية بتسلم مجالس، بتسلم لبعضها مشاريع، بتبدأ ومجالس تانية بتكملها.